السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ثم ربنا سبحانه وتعالى قال بعد ذلك: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هنا ربنا عز وجل سوف يبين الفترة الزمنية التي هي فيها الإباحة، الإباحة في الأكل والشرب والجماع، هي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لأن كانوا من قبل كيبدوا مع المغرب، مع المغرب كي لهم الحق في الأكل والشرب والجماع، ثم مع العشاء يمنعون. لكن الآن ربنا عز وجل مدد المدة رحمة بالعباد، مددها من المغرب إلى العشاء، إلى متى؟ إلى الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذا يعني طلوع الفجر الصحيح. ويروى في سبب نزول هذه الآية أن الصحابي الجليل عدي بن حاتم، هذا عدي بن حاتم وابن حاتم الطائي الذي كان أكرم العرب، كان كريما وكان نصرانيا على دين النصرانية، وفيما بعد سوف يسلم، وكانت له لقاءات مع النبي الكريم، كان عنده جدال، كان يجادل، وفي السنة النبوية الآن حافظت لنا حوارات ما بين النموذج المسيحي والمسلم، كان سيدنا النبي يقول كذا ويرد عليه ابن حاتم بكذا عن النصارى، فكانت عبارة عن وثيقة مهمة إن شاء الله قد نتحدث عنها في حلقات مقبلة وفي مناسبات قادمة بإذن الله إذا كان في العمر بقية، كيف كان الحوار الإسلامي المسيحي في عهد الصحابة رضي الله عنهم. وعدي بن حاتم هذا هو كان المتزعم، لكنه فيما بعد أسلم وحسن إسلامه وصار كثير العبادة. لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ماذا فعل؟ ذهب وضع الطعام، كان يحب طعامه، وعاشر زوجته، ووضع في غرفة نومه عقالين، أحدهما أسود وآخر أبيض، فوضعهما تحت وسادته، وبقي يأكل ويشرب ويجامع زوجته، وكان ينظر إلى هذين العقالين، فينظر ماذا سوف يتبين الأسود له من الأبيض، لكنه بقي هكذا حتى أشرقت الشمس. فلما أصبح قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت. قال لنا هذه الوسيلة، ربنا قال لنا حتى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأنا أخذت عقالين خيطين أحدهما أبيض وأسود، وهذه هي السعب، هي المجانة، هي الساعة اللي عنده ينظر من اللي غيبان لي تشرق الشمس وغيبان لي هذا أبيض وهذاك حل، معناها هذاك هو الوقت. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبه، وإنما ضحك في وجهه وتبسم وقال: يا عدي، إن وسادك لعريض، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. ليس المقصود أن تأتي بخيطين، لما قال الله عز وجل الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عدي بن حاتم أخذها بالظاهر، أخذ عقالين يعني خيطين، قال لي: لا، مش هذا المقصود، المقصود هو بياض النهار وسواد الليل، أنك تشوف السماء ويبالك السماء، أن ذهب الليل بظلامه وأقبل النهار بضيائه، فقال لي: إن وسادك لعريض. وهذا منهج نبوي شريف، كان يصحح المفاهيم ويوضح ويبين بابتسامة، كان سيدنا النبي لا تفارقه الابتسامة، وإذا جاءه صحابي بفكرة تدل على عدم الاجتهاد لا يقول له هذا غباء، كان يقول له: إن وسادك إذا لعريض، لا يقول له بأنك أنت غبي وأنك لم تفهم المقصود، وإنما كان يقول: إن وسادك هذا لعريض، يعني كناية تربوية أن فهمك هذا فهمك ليس صحيحا. وبعد ذلك ربنا عز وجل قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني إلى غروب الشمس. هنا الليل معنى غروب الشمس، ليس الليل الدامس.
ثم ربنا سبحانه وتعالى قال بعد ذلك وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هنا ربنا عز وجل سوف يبين الفترة الزمنية التي هي فيها الإباحة، الإباحة في الأكل والشرب والجماع، هي حتى يتبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لأن كانوا من قبل كيبدوا مع المغرب، مع المغرب كي لهم الحق في الأكل والشرب والجماع، ثم مع العشاء يمنعون، لكن الآن ربنا عز وجل مدد المدة رحمة بالعباد، مددها من المغرب إلى العشاء إلى متى؟ إلى الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذا يعني طلوع الفجر الصحيح. ويروى في سبب نزول هذه الآية أن الصحابي الجليل عدي بن حاتم، هذا عدي بن حاتم وابن حاتم الطائي الذي كان أكرم العرب، كان كريما وكان نصرانيا على دين النصرانية، وفيما بعد سوف يسلم، وكانت له لقاءات مع النبي الكريم، كان عنده جدال، كان يجادل، وفي السنة النبوية الآن حافظت لنا حوارات ما بين النموذج المسيحي والمسلم، كان سيدنا النبي يقول كذا ويرد عليه عن حاتم كذا عن النصارى، فكانت عبارة عن وثيقة مهمة إن شاء الله قد نتحدث عنها في حلقات مقبلة وفي مناسبات قادمة بإذن الله إذا كان في العمر بقية، كيف كان الحوار الإسلامي المسيحي في عهد الصحابة رضي الله عنهم. وعدي بن حاتم هذا هو كان المتزعم، لكنه فيما بعد أسلم وحسن إسلامه وصار كثير العبادة. لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ماذا فعل؟ ذهب وضع الطعام، كان يحب طعامه، وعاشر زوجته، ووضع في غرفة نومه عقالين أحدهما أسود وآخر أبيض، فوضعهما تحت وسادته، وبقي يأكل ويشرب ويجامع زوجته، وكان ينظر إلى هذين العقالين، فينظر ماذا سوف يتبين الأسود له من الأبيض، لكنه بقي هكذا حتى أشرقت الشمس. فلما أصبح قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، قال لنا هذه الوسيلة، ربنا قال لنا حتى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأنا أخذت عقالين خيطين أحدهما أبيض وأسود، وهذه هي الساعة، بحال هي المكانة، هي الساعة اللي عنده ينظر ملي غيبان لي شرق الشمس وغيبان لي هذا أبيض وهذا كحل، معناها راه هذاك هو الوقت. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبه، وإنما ضحك في وجهه وتبسم وقال يا عدي إن وسادك لعريض، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. ليس المقصود أن تأتي بخيطين، لما قال الله عز وجل الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عدي بن حاتم أخذها بالظاهر، أخذ عقالين يعني خيطين، قال لي ماشي هذا المقصود، المقصود هو بياض النهار وسواد الليل، أنك تشوف السماء ويبان لك السماء أن 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 ذهب الليل بظلامه وأقبل النهار بضيائه، فقال لي إن وسادك لعريض. وهذا منهج نبوي شريف كان يصحح المفاهيم ويوضح ويبين بابتسامة، كان سيدنا النبي لا تفارقه الابتسامة، وإذا جاءه صحابي بفكرة تدل على عدم الاجتهاد لا يقول له هذا غباء، كان يقول له إن وسادك إذن لعريض، لا يقول له بأنك أنت غبي وأنك لم تفهم المقصود، وإنما كان يقول إن وسادك هذا لعريض، يعني كناية تربوية أن فهمك هذا فهمك ليس صحيحا. وبعد ذلك ربنا عز وجل قال ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل يعني إلى غروب الشمس، هنا الليل معنى غروب الشمس ليس الليل الدامس. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.